ارحب بضيفي الكريم سعاده السفير الدكتور علي يوسف احمد الشريف وزير الخارجيه السوداني. معالي السفير اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا سعيد جدا اكون في ضيافتك وفي ضيافه القناه العاشره في برنامج جميل جدا ومشهود ومحضور ورقه وقلم. ويعني انا مؤكد انه ده اول لقاء لي في 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 بعد تولي منصب وزير الخارجيه في السودان في ظروف في غايه التعقيد وغايه الخطوره بالنسبه للسودان وحتى بالنسبه للمنطقه كلها. وانا سعيد جدا انه ان من خلال هذا اللقاء ان يعني نخاطب ليس فقط يعني شعب مصر واهل مصر، انما ايضا شعب السودان واهل السودان والشعوب العربيه. واحنا نمر بمرحله خطيره جدا في تاريخ الامه السودانيه وفي تاريخ العلاقات بين مصر والسودان وفي تاريخ العلاقات بين السودان وعدد من الدول المحيطه به والدول الاخرى. ولذلك هذا اللقاء انا في تقديري انه سيكون لقاء هام جدا، وانا سعيد جدا 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 بان التقي بك. كل السعاده والشرف مع الوزير وكل الدعوات القلبيه للسودان ان يعود كما كان حضنا دافئا في محيط العربي. يعني